ترتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا محمد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى غرف الجنة جنة الخلد. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نطغى غرورا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا سميع الدعاء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا غمّا إلا كشفته ولا غمّا إلا كشفته ولا حقا إلا استخلصته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها. إلهنا 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 يا عظيم العفو يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة. نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وقرابتنا من النار. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يا إله الأولين والآخرين يا إله الأولين والآخرين يا ناصر المستضعفين يا رب المستضعفين يا قاهر الظالمين يا قاصم الظالمين فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اللهم الطف بأهلنا في غزة اللهم الطف بأهلنا في غزة اللهم ارحم نساء غزة وأطفال غزة وشيوخ غزة وأهل غزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. نسألك في هذه الساعة المباركة أن تطهر المسجد الأقصى من رجس اليهود الغاصبين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وحدودنا وجنودنا ورجال أمننا وشيوخنا وعلماءنا ومشايخنا ورجال أمننا وولاة أمورنا ورجالنا وصغارنا ورجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين ووفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه خير شعوبهم ورعاياهم واجعلهم رحمة على رعاياهم
خطاياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد ما أزهرت النجوم، اللهم صل على نبينا محمد ما تلاحمت الغيوم، اللهم صل على نبينا محمد يا حي يا قيوم، اللهم صل عليه ما ذكره الأبرار، اللهم صل عليه ما تعاقب الليل والنهار، اللهم صل عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، وارض عنا معهم برحمتك وجودك يا عزيز يا غفار. الله الله.